والساحل وانتهت بالتعادل الجامي. بسم الله الرحمن الرحيم، وانطلق المشوار لهذه الجولة في افتتاح الجولة الثلاثين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى. كرة تلعب الآن تعود على الجهة اليسرى، يلعب البكيرية على الجهة اليمنى للمشاهد عبر قنوات الرياضية السعودية، وفي الجهة اليسرى يلعب على اليسار نادي نجران باللون الأخضر القادم من نجران أبطال الحد الجنوبي صاحب الجبل، وردد الوادي ما عليه النجران صاحب نقاط آمنة ودافئة، صاحب 36 نقطة. هذا الموسم جمع نقاط جميلة بإدارة جديدة وبمستوى يختلف عن المواسم الماضية، قدموا الكثير نجران حتى يعودوا، لكن الظروف يا عزيزي. كرة ملعوبة الآن نجرانية على الجهة اليمين، لكن يحاول فيها تقطع وتعود واصلة لفريق البكيرية في الطرف اليسار. يدخل المدرب بندر باصريح لفريق نجران بحراس المرمى عبد الرحمن الشمري، في خط الظهر محمد عيسى وكارلوس باتيستا، هزاع سيري مشعل بخيت في خط الظهر في دفاع نجران، بينما في خط الوسط يلعب كارلوس كويباتي. هذه كرة نجرانية لكن تقطع سريعة من محمد العقيل صاحب الأداء الجميل هذا الموسم، صاحب الروح القتالية محمد العقيل، أحد لعيبة المنتخب الأولمبي إن شاء الله، وعليها العين عليها العين محمد العقيل في خط الوسط. باتيستا كارلوس كوباتي، محمد عبد اللطيف، وأديجيلسون دي سيلفا برازيلي، ثلاثة برازيليين لفريق نجران هذا الموسم. نجران يقدم أداء جميل وصورة طيبة ورائعة لجمهوره اللي يتابعه، اللي يعني يتحدث عن صعود نجران الموسم القادم، وكأنه يعد العدة ويرتب أموره. يعود نجران ثمان مواسم عزيزي المتابع، ونجران كان يصول ويجول في دوري المحترفين، كان يلعب مباريات صعبة على ملعبه في نجران في الحد الجنوبي. هذا الموسم نجران في منطقة آمنة، تسديدة على مرمى البكيرية لكن تصل سهلة في يد مروان مامادو. مروان مامادو صاحب 30 سنة، قادم من الفريق العالمي النصر، ولعب للشعلة. هذه التسديدة الماضية، هذه الإرسالية والتصويبة، لكن كان حاضر لها مروان مامادو. كرة لعبت الآن مرة أخرى للبكيرية على الجهة اليمين، وردة السلامة في وسط الملعب، تعود الآن سريعة للبكيرية، محاولة وانطلاقة في هذه البداية لكن راحت الكرة الثلاث دقائق الأولى في بداية هذا الشوط. تمريرة وكنترول جميل لكن تأخر، يحاول فيها يرجعها على الجهة اليسار للبكيرية في هذه الفرصة المناسبة، لكن عايل حقوي يحاول يعرضها، وحارس المرمى لفريق نجران عبد الرحمن الشمري صاحب 20 سنة في هذه الصورة في هذا المستوى بهدوء وبخبرة. عبد الرحمن الشمري، رياض الغامدي، وريان حسن، أدي جيلسون، محمد العقيل، محمد عبد اللطيف، قائمة وتشكيلة الفريق النجراني. مهمة كبيرة للمدرب الوطني القدير يوسف الغدير ورفاقة مدير الفريق سلطان خميس، المدرب الوطني ومساعدين مساعد السبيعي محمد القشاش المحاضر الآسوي، كل الوقت وكل الأداء وكل الجهد الكبير اللي بالخبرة الكبيرة اللي يمتلكها المدرب الوطني يوسف الغدير ورفاقة. هل يخرجون البكيرية من هذه الدائرة الصعبة في هذا الموسم وما تبقى من الدقائق؟ عرضية قادمة لنجران لكن تتخلص من حارس المرمى وتتحول إلى ركلة زاوية أولى، إلى ركلة زاوية نجرانية. هذه العرضية الماضية، هذه اللعبة السريعة لنجران، الله على محمد العقيل، محمد العقيل بهذه التمريرة المخادعة لحارس المرمى، المخادعة لمروان مامادو، لكن خلصها مامادو إلى ركلة الزاوية. تراجع الآن لفريق البكيرية للتغطية القادمة وللفرصة الحاضرة لفريق نجران. هزاع عسيري يلعب ركلة الزاوية، تتمرر على الطرف اليسار، تحاول في هذه التسديدة الأرضية السريعة في المرمى لكن تخلصت من الدفاع، كانت مخادعة بين دفاعات وفي منطقة الستة لفريق البكيرية. نجران يلعب بمعنى فيها رياحية كبيرة بعد تواجده في المنطقة الآمنة والدافئة في منطقة
منتصف مركز الترتيب لسلم الدوري هذا الموسم. هذا الدوري والله الحزم الحالة يغرد ويغرد ويقدم أجمل الألحان في هذا الدوري في هذه المسابقة الطويلة. يبتعد بسبعين نقطة، يغرد لحالة، رايح لحالة إلى دوري المحترفين. أشتاق الحزم إلى التواجد مع الكبار، أحتاج الحزم إلى العودة إلى الأضواء، أحتاج حزم الصمود إلى العودة بعد هبوط الموسم الماضي. وكأنه لم يهبط الحزم، وكأنه حاضر لجمهوره في كل جولة، ينتصر في كل جولة، يحقق الإحصائيات المأمولة للجمهور. والترتيب الثاني الفيحة اللي قريب ب 61 نقطة، لكن المنافسة اللي بين على المراكز الثاني والثالث مستمرة وتسع جولات متبقية. أتصور صعبة، هنا كرة لفريق نجران، ورد السلامة، كرة لفريق البكيرية في الطرف اليسار، كانت خطيرة لكن تخلصت من أمام ورد السلامة السوري صاحب 26 سنة، لاعب خطير، لاعب في الطرف اليسار، يجيد الهجوم، يجيد التمرير السريع على منطقة الدفاع للخصم في المباريات الماضية. ورد السلامة إضافة كبيرة لفريق البكيرية. تصور عزيزي المتابع في كرة القدم عندما تحضر لاعب يمتعك في أرضية الملعب، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي لمسألة النتائج والإحصائية في محصلة دوري الدرجة الأولى. تحدث الكثير عن 30 جولة مرت في وسط الزحام، مرت سريعة هذا الموسم في دوري الأولى، بينما التنافس اللي حاصل على الترتيب الثالث هو الأقرب للمتابع والمشاهد للجبلين والطائي. راح نشاهد منافسة تستمر صعبة للملاحقين والمطاردين للحزم والفيحة. رمية جانبية، رمية التماس لفريق البكيرية. فريق البكيرية في ترتيب صعب، ترتيب محرج لجمهوره، لمحبيه اللي عملوا كثير على يعني خروج بمنظومة كروية في كرة القدم لهذه المحافظة العزيزة والغالية على الجميع للبكيرية. طموح لا يتوقف لجميع الفرق، لكن دوري الأولى يستمر بالمفاجآت، يستمر بالنتائج المخيبة لبعض الفرق اللي خسرت نقاط واستنزفت نقاط كثيرة في هذا الموسم. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في دوري الدرجة الأولى عندما لا تحافظ من بداية اللقاء. يحتاج أن يتواجد لك أدوات كبيرة. هل يسعف الوقت يوسف الغدير ما تبقى من دوري الدرجة الأولى؟ راح نتابع ونشاهد. كرة ملعوبة الآن للبكيرية إلى رياض الغامدي، تقطع وتعود الفرصة، لكن دربكة في وسط الملعب تعود لدفاعات البكيرية للمناطق الخلفية. مهدي الرصايصي التونسي صاحب 31 سنة يرسل الكرة في وسط الملعب طولية في الجهة اليسار إلى مامادو سورو، تعود الآن في المنتصف لبناء كرة من منطقة الأطراف لفريق البكيرية. البكيرية عند الكرة، هذه العرضية الحاضرة الراسية تأتي وفرصة بالكعبة، لكن راحت على مامادو في لقطة كانت بالإمكان أن يأخذها بشكل صحيح، ويعني ياخذ كره بكنترول. اجمل بهذه الصورة الماضية لسورو. البكيرية يهاجم، البكيرية يضغط في بداية اللقاء، البكيرية يبحث عن ثلاث نقاط في هذا المساء هنا في ملعب. المباراة الماضية خسر الجولة الماضية بهدفين مقابل ثلاثة، تلقى خسارة من أمام الخليج هنا في هذا الملعب. هذه المباراة الثانية في ظرف أسبوع عزيزي المتابع، بينما نجران قادم من انتصار من أمام النجوم بهدف مقابل لا شيء، ولكن لدينا الآن في منتصف الملعب تعود البكيرية تنظيم على مستوى الوسط. حاول في هذه اللقطة مرور جميل بالمهارة بالانفرادة بالانطلاقة، هذه فرصة للبكيرية من الجهة اليمين، يحاول عرضية، يبحث عن عرضية لكن تتحول كرته وتذهب إلى ركلة مرمى. محاولة ممتازة، محاولة كانت فيها رغبة حاضرة من فريق البكيرية. نشاهد الرغبة المستمرة للاعيبة البكيرية في بداية هذه الدقائق الأولى في الشوط الأول. شوط أول على مستوى
الانطلاقات على مستوى توزيع الكور في منتصف الملعب. نجد البكيريا يحاول من الأطراف، يحاول عن عرضية عن هدف مبكر هنا في البكيريا. كرة في منتصف الملعب تعود سريعة، ورد السلامة السلامة. هل يسلم البكيريا من هذه الجولة؟ جولة ماضية خسر فيها وخسر 17 مباراة هذا الموسم، تعمق الجراح. مباريات ليس بالسهلة، ليس بالسهلة لفريق البكيريا. لكن تعود اللقطة، تعود في وسط الجهة اليمين، يكسبها محمد العقيل. محمد العقيل هذا أشغل دفاعات البكيرية، لكن تعود الآن في المنتصف، في المنتصف للنجران. محاولة وإرسالية طولية في هذه اللقطة من محمد، لكن يكسبها مدافع البكيرية خالد المغربي، يتركها إلى رمية تماس، إلى رمية تماس للبكيرية، رامية جانبية. الموسم الماضي صورة غير للبكيرية عندما كان يتواجد في المركز الرابع وكان يخيف الجميع، كان مصدر قوة ضاربة بلعيبته، لكن تغير كثير فريق البكيرية، يحتاج لإعادة وترميم الأمور. وفرصة مرتدة سريعة وخروج بالخطأ من حارس المرمى، خروج لعبد الرحمن الشمري، خطأ كان كبير يكلف الكثير لنجران، لكن راحت الكرة تتحول سريعة للدفاع، يخلصها إلى رمية تماس، إلى رمية تماس كانت إرسالية واصلة. شوف الإعادة، شوف اللقطة السريعة لسورو، لكن لم يستفيد منها، لم يستفيد منها يزيد الجماعة في هذه اللقطة. يزيد الجماعة تذهب كرته من أمام أقدامه في هذه المحاولة السريعة، في هذه المحاولة السريعة. شوف الآن البكيرية يقترب من المرمى نجران، لكن نجران يلعب على مرتدات، نجران يسدد أرضية على المرمى، لكن تتحول إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. دقائق سريعة في الشوط الأول. هذه التسديدة الرائعة من جيسون دي سيلفا، صاحب 28 سنة، صاحب 8 أهداف، صاحب الهدف الوحيد في المباراة الماضية أمام النجوم، صاحب الانتصار المهم. هذه التسديدة للبرازيلي دي سيلفا، مصدر خطورة. كرة للبكيرية، فرصة مناسبة يركنها لكن سهلة، حاول يضعها في زاوية بعيدة عن حارس المرمى، لكن قراءة موفقة من حارس المرمى لنجران عبد الرحمن الشمري. تعود في المنتصف لنجران، انفرادة ومرور جميل، مرور جميل، لكن تقطع من أمامه هذه اللقطة وهذه الكرة السريعة. لهذه الكرة السريعة نجران يخطط للكرات المرتدة. هذا يوسف الغدير، المدرب الوطني القدير، المدرب اللي يملك سيرة رائعة على مستوى التدريب كل المتواجدين، أيضا مدرب سلطان خميس، المدرب القدير، ثلاثة مدربين وطنيين أمام مدرب بندر باصريح. بندر باصريح المدرب الوطني اللي أيضا قدم نفسه بشكل رائع في مواسم ماضية عندما كان يتواجد مع الأم بالاتحاد، ثم درب الفريق الأول وقدم نتائج طيبة. لكن التوفيق للمدربين، والله فرصة للمدرب الوطني أن يعود في لممارسة مهنته والتدريب هنا في دوري الدرجة الأولى، فرصة للمدرب الوطني. والله أتمنى أن يتواجد المدرب من بداية الموسم وبحوافز وبأيضا معطيات كبيرة للمدرب الوطني. وحنا في على مستوى الإنجازات، المدرب الوطني عندما تواجد منتخبنا في بداية الإنجازات ومستوى الذهب، نمسي على المدرب القدير الكبير خليل الزياني وناصر الجوهر. وفرصة جوهرية، فرصة جوهرية لفريق نجران، تمر من أمام، من أمام رياض الغامدي، من أمام رياض الغامدي، كانت عرضية وخطيرة فعلية على مرمى البكيرية، لكن مرت عام من أمام رياض الغامدي صاحب الأربع أهداف، صاحب الأهداف في هذا الموسم واللي قادم في انتقالات شتوية من الهلال، من الزعيم رياض الغامدي، يجد فرصة الآن مع نجران في هذا الموسم في الدور الثاني. نقل الكرة، تغيير الاتجاه في الجهة اليسار البكيرية، محاولة إلى ورد السلامة، يأخذ كرة ورد السلامة، ورد السلامة بالحل الفردي، وردة يعرضها، فرصة للبكيرية على المرمى، الله،
دربك وعرضية خطيرة على مرمى نجران، يخلص عبد الرحمن الشمري، يخلص عبد الرحمن الشمري. هذا ميثم الدليم حكم الساعة، حكم الساحة وورد السلامة في حديث في هذه اللقطة، في هذه الكرة العرضية بالكعبة كانت خطيرة على مرمى نجران. شوف وردة، الله عليك يا وردة السلامة، لعبها بشكل جميل وعايل حقوي عرضها في هذه الكورة لكن تصدى لها وأبعدها حارس المرمى عبد الرحمن الشمري، يتألق ويتصدى ويبقي النتيجة سلبية 0-0. هنا الإعادة كان مطالبة بوجود لمسة يد على مدافع نجران في هذه الكورة، محمد عيسى محمد صالح اللي كان في مطالبة بوجود لمسة يد على مدافع نجران في هذه العرضية الخطيرة على مرمى نجران. البكيرية الآن يضغط، البكيرية مستمر بالضغط في الدقائق الأولى في هذا الشوط، هل نشاهد فيه أهداف؟ هل نشاهد حضور للبكيرية وعودة للبكيرية وانتفاضة وتذكر مستويات جولاتها في الموسم الماضي؟ كل شيء وارد في دوري الدرجة الأولى، كل شيء ممكن تشاهده في هذا الدوري. هذه الإعادة بالكعب، كان في مطالبة بوجود لمسة يد، هذه الإعادة اللي كان فيها الجدل، حالة الجدلية، هل لمست يد المدافع محمد عيسى؟ لكن حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة زاوية لا يحتسب فيها وجود ركلة ضربة جزاء، كان مطالبة من لعيبة البكيرية. هنا الحديث، هنا التوجيه مع يزيد الجماعة من حكم المدرب الفريق. هذه الإعادة والله حالة صعبة جدلية، لكن تترك عزيزي المتابع للمتخصصين والمختص الحكم الدولي الأستاذ القدير ممدوح المرداسي في برنامج دوري الدرجة الأولى اللي يعني راح يشرح هذه الحالة والحالات في هذه الجولة 30 في نهاية الجولة. لكن لدينا الآن ركلة الزاوية، ركلة الزاوية البكيرية للبنفسجي، يلعب ركلة الزاوية وعبد الرحمن الشمري، قراءة للدقائق الأولى في هذا الشوط، نجد الضغط للبكيرية بينما نجران يلعب على مرتدات سريعة في وسط الملعب على الاعتماد على الكرات والإرساليات في وسط الملعب على الدائرة. أخذ الكرة لنجران، محاولة من محمد عبد اللطيف نقل الكرة على الجهة اليسار إلى ديجي سيلسون، تعود إلى وسط الملعب، لنجران، يعود بالكرة إلى الخلف كارلوس باتيستا صاحب 27 سنة البرازيلي، ثلاثة برازيليين مع نجران هذا الموسم، تطور كثير نجران، تحسن عن الموسم الماضي لكن يحتاج الكثير لجميع الأندية هو التدعيم في الصفوف الفريق إذا أردت أن تبحث عن إنجاز، إذا أردت أن تتواجد في دوري المحترفين. منظومة كرة القدم تحتاج البحث عن لعيبة سوبر ستار في دوري الدرجة الأولى، لكن لدينا الآن فرصة في عند يزيد الجميع، لكن مادو عبد الرحمن الشمري، للمرة الثالثة والرابعة يتدخل في الوقت المناسب من أمام مهاجمين البكيرية. مامادو، سورو صاحب 8 أهداف هذا الموسم، صاحب المستويات الرائعة في الدور الثاني. مامادو سورو اللي لعب لي الشولاس، لاعب ساحل عاجي صاحب 9 أهداف عفوا، مامادو سورو مصدر إزعاج لمدافعين نجران، لكن لاعب يمتلك مهارات كبيرة، يمتلك مستوى يتميز هو ما ينقص. مامادو سورو صانع لعب في منطقة الوسط في وسط الميدان، فرصة في المنتصف تعود الآن وكورة، لكن يقرب لها عبد الرحمن الشمري، حارس المرمى صاحب 20 سنة، سن صغير في هذا الأداء الجميل. طيب والله طيب لفريق نجران، مكسب كبير للجمهور نجران ولمحبي نجران بهذه اللمسات الرائعة اللي يقدمها عبد الرحمن الشمري في هذه المباراة. كرة تعود الآن، تقطع في وسط الملعب، 3 لعيبة من نجران
لإخراج الكرة. شوف المهمة الصعبة في إخراج بعض الكور في المنطقة اليمنى لديجيلسون دي سيلفا. دي سيلفا كرة تعود الآن في منتصف الملعب على الدائرة إلى وردة السلامة، تتخلص من مامادو سورو، تصل لنجران، مشعل بخيت، كرة في المنتصف، كرة واصلة في الجهة اليسار، المحاولة بعيد عن محمد العقيل، محمد يفقد كرته، تعود للبكيرية الأمامية، الفرصة الحاضرة لنجران لكن الكرة ما زالت في منتصف، يسيطر عليها هزاع عسيري، تعود بالخطأ إلى البكيرية في منتصف الملعب، هذه مرتدة خطيرة، هذه سريعة، هذه لقطة لكن أقرب لها حارس المرمى، حاول يلعبها في العمق الدفاعي لكن قراءة ممتازة لحارس المرمى والتغطية الدفاعية السريعة من باب في بعض الكور لنجران. كرة دي سيلفا، دي سيلفا البرازيلي مر الكرة لكن تقطع قصيرة، تعود مرة أخرى يكسبها البرازيلي دي سيلفا، دي سيلفا يلعبها من تحت أقدام لاعب البكيرية وخطأ، خطأ خطر، تهور على قدم لاعب البكيرية ويبدو أن البطاقة الصفراء هل تحضر في هذه الصورة في هذه اللقطة. تمريرة كانت قصيرة لكن هذه الإعادة، هذه اللعبة على قدم لاعب البكيرية من لاعب نجران، من لاعب نجران ريان حسن، ريان حسن خطأ للبكيرية. عزيزي المتابع 21 دقيقة في أحداث الشوط الأول في لقاء البكيرية ونجران، كرة في وسط الملعب تعود لنجران، يرسل كرة أمامية لكن بعيدة بعيدة عن ريان، على رياض الغامدي، تعود إلى عايل حقوي، عايل حقوي مجهود طيب على مستوى الجهد البدني اللي يقدمه في الدقائق الماضية للمشاركة ولبحث عن صناعة عرضيات لرياض الغامدي لمامادو سورو، يزيد الجميع رمية التماس لنجران، صراع الوسط حاضر في هذه المباراة، نشاهد تكتل في منطقة الوسط للفريقين لكن هذه لقطة حاضرة الآن لفريق البكيرية، لقطة مهند عوض إلى أحمد الجعيدي، عادت في منتصف الملعب أرضية وتمريرة لكن أقرب لها حارس المرمى، بعيدة عن يزيد الجميع، بعيدة عن يزيد الجميع، عبد الرحمن الشمري أحد نجوم الدقائق الماضية في هذا الشوط، في هذا الشوط، الشوط الأول مطالب كبيرة لمحبين البكيرية في هذه المباراة، ومن أمام نجران هو البحث عن الثلاث النقاط والخروج بانتصار حتى يبعد في منطقة من منطقة الخطر، يتواجد في ترتيب 18، أربع فرق تهبط إلى دوري الدرجة الثانية، تترك هذه المسابقة الجميلة، المسابقة الطويلة في الكرة السعودية في دوري وفي كرة القدم. هذا الخطأ الماضي خطأ لمحمد العقيل، محمد العقيل في الجهة اليسرى، عامل شغل كبير، عامل مباراة كبيرة، عامل أداء طيب وممتاز في الجهة اليسرى لكن البكيرية الصفوف متقاربة، تقارب جميل في منطقة الوسط لفريق البكيرية، بندر باصريح يلعب مباراة فيها حذر كبير، نجران من جولة لجولة يتطور كثير فريق نجران، الله على السنوات الماضية عندما كان نشاهد نجران في دوري المحترفين، نشاهد نجران بنجومه وبمبارياتها الجميلة كانت في الحد الجنوبي، أبطال الحد الجنوبي، تجد نجران حاضر بقوة، نجران بشخصية وبكاريزما كبيرة، هل يعود نجران؟ هل تعود الأيام
الأيام الرائعة لفريق نجران. كرة القدم تحتاج تنظيم الأمور، تحتاج أن تكون قوي في هذه المسابقة، أن تكون حاضر بقوة بكل ما تملك من أدوات في كرة القدم. في كرة القدم عزيزي المتابع، كرة القدم أصبحت المادة هي المصدر الكبير في التواجد لجميع الفرق، حتى تحضر لاعب يحتاج لك مادة بشكل كبير. لكن كرة القدم في محفزات تختلف عن دوري المحترفين، دوري الدرجة الأولى ثلاثة محترفين، لكن كرة في وسط الملعب، تعود سريعة في المنتصف في الجالي من فريق البكيرية، يلعب على أطراف بخطورة بشكل واضح، كرة عند الجعيدي يمررها، فرصة البكيرية حاضرة، تعود الآن بالمهارة لكن تقطع لفريق نجران، تعود في وسط الملعب إلى دي سيلفا، دي سيلفا يحاول يمر بالمجهود الفردي، دي سيلفا بالمهارة، دي سيلفا ينقلها إلى محمد العقيل، وقراءة دفاعية جميلة من لعيبة البكيرية في منطقة الدفاع، مهدي الرصايصي وتمريرة سريعة تقطع من محور ارتكاز لنجران في الكرة الماضية من كارلوس كوباتي صاحب 9 أهداف، كوباتي في محور الارتكاز لنجران. شوف الكرات المرتدة الصعبة المحرجة بمحور الفريق النجراني لبعض لقطات البكيرية يستحوذ، البكيرية يحاول يهدد من بداية الدقائق الأولى. هذا الخطأ اللي احتسبه حكم المباراة محمد العقيل، خطأ وكرة ثابتة، كرة ثابتة الحزم أخذ أموره وحزم أموره وراحل النقطة 70، وترك الجميع يناظره من بعيد. الله عليك يا حزم الصمود بشخصية بطل حاضر في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. بالمناسبة يسجل إحصائية رائعة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى، يعني المواسم الثمان الماضية لم نشاهد فريق يصعد بالنقطة 70 في آخر 9 جولات، في الأمتار الأخيرة. وكرة في الوسط تعود الآن بالخطأ، يخلصها الرصايصي، يلعب على الجهة اليمين خالد المغربي، يعود بالكرة إلى مهدي الرصايصي لمحمد الناصر، وصافرة من حكم المباراة، حكم الساحة ميثم الدليم. سلامات للاعب نجران، سلامات لمحمد. كارلوس كوباتي البرازيلي صاحب 26 سنة، لاعب المحور لفريق نجران، يتعرض لإصابة الآن، بالسلامة إن شاء الله ولجميع اللاعبين. هنا بندر باصريح يوجه رفاقه في هذا المساء في هذا اللقاء، والله يشرح لي اللعيبة في بعض الأمور الفنية. يشكر بندر باصريح، يعني يقود الآن نجران، بيحاول بخبرته تنظيم توليفة لفريق نجران، إعطائنا صورة رائعة لفريق نجران. المدرب الوطني قادر، المدرب الوطني عنده إنجازات كبيرة، فقط الثقة وإعطاء الفرصة لجميع المدربين الوطنيين اللي حاصلين على شهادات في على مستوى التدريب في الكرة السعودية، يعطي فرصة. لكن دوري الدرجة الأولى فرصة لجميع الوطنيين، وكما أتمنى أن نشاهد المدرب الوطني في المواسم القادمة، وفي الموسم القادم إن شاء الله نشاهد أكثر من 8 مدربين أو 9 مدربين، حتى نشاهد فرصة ونشاهد ما لديهم من إمكانيات والانخراط في موضوع التواجد مع اللاعب السعودي هنا في هذه المسابقة. كرة ملعوبة عرضية لنجران، عرضية طويلة، لكن حارس المرمى مامادو أقرب لي اللقطة الماضية. خالد المغربي يأخذ كرة، تعود الآن في منتصف الملعب لكن يرجع كرة الخلف
الى صالح السعيد صاحب 27 سنة. تلعب امامية الكرة الى يزيد الجميعة، كنترول بالراس، الله عليك يزيد، حاول في الكرة الماضية لتمريرها لمامادو سورو لكن راحت الكرة الى رمية جانبية، رمية التماس تلعب الان من عائل حقوي، يمشيها لورده السلامه مره اخرى، عائل حقوي تمريره رائعه، الله الله عليك يا عائل حقوي، حاول في اللقطه الماضيه بالحضور بالتمريرات بالمهاره لكن كره قطعت، عادت مهدي الرصاصي التونسي يرجعها في وسط الملعب الى ورده السلامه، ورده السلامه تغيير الاتجاه في الجهه اليمنى، احمد الجعيدي تلعب الى مامادو سورو، مامادو يحاول يمر، مامادو لكن تغطية دفاعية، تغطية دفاعية في الجهة اليمنى، يشير إلى الحكم المساعد حسن العقول إلى وجود رامية التماس لنجران، لنجران حاول في مامادو سورو، حاول لكن قطعت كرته، يكسب الآن نجران، تلعب الرمية الجانبية، تصل في المنتصف، تمرير لوردة السلامة السوري، وردة وردة السلامة السلامة لكن كرته قطعت وتحولت إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية للبكيرية، للبكيرية شوية شوية للبكيرية، هل نشاهد عودة، هل نشاهد صمود البكيرية في ما تبقى من جولات دوري الدرجة الأولى، كرة ملعوبة الآن سارية لعائل حقوي يعرضها الآن هذه الفرصة، مامادو سورو يرجعها في المنتصف لكن يفقد كرة أحمد الجعيدي إلى محمد العقيل، صالح السعيد كرة في الوسط، وردة السلامة، وردة السلامة متعة كروية في منتصف الملعب، تعود الآن للبكيرية وفرصة راسية لكن بعيدة، بعيدة عن يزيد الجميعة، فكرتها صح، تمريرها رائع لكن كانت شوية بعيدة عن يزيد الجميعة، هذه اللقطة أو كان في تداخل بين لاعيبة الوسط في أرضية المباراة في اللقطة الماضية، شكرا للزملاء في عربة النقل على إعطائنا بعض اللقطات اللي لا يشاهدها المتابع إلا في الإعادة هنا في دوري الدرجة الأولى، كرة ملعوبة كانت سريعة لكن ركلة مرمى، ركلة مرمى هذا الموسم سيطرة لمسألة الصدارة، خلص الحزم ترك الجميع يناظر من بعيد، الله كرة في منتصف الملعب تعود الآن في الجهة اليسار لفريق البكيرية، تتحول تعود رمية التماس للبكيرية، للبكيرية من يكسب هذا اللقاء، يوسف بندر باصريح أو يوسف الغدير، لقاء وطني للمدربين في هذا الموسم، صاحب 24 نقطة، مهمة صعبة للبكيرية بينما فريق نجران لا يلعب تحت الضغط، 36 نقطة في المنطقة الآمنة في المنطقة الدافئة في هذا الموسم، في سلم الترتيب عائل حقوي أكثر تحركا في الشوط الأول، عائل حقوي في أرضيات منظمة ورائعة، كرة في الوسط تعود الآن لوردة السلامة، كرة سريعة الآن بكيرية بالكعب، الله على هذا الفاصل، الله على هذا المرور، عرضية وفرصة هدف لكن تقطع، تقطع من مدافع نجران كارلوس، كارلوس باتيستا بالقدم يبعد هذه العرضية الخطيرة على مرمى نجران لكن عائل حقوي حاول يمر يعرضها في مامادو سورو، ومرة أخرى كارلوس، كارلوس باتيستا نيركي، كرة تعود وتسديدة ضعيفة، تسديدة تصطدم بالدفاع، شوف لقطة الجعيدي، شوف فرصة يزيد الجميعة، خلصها كارلوس،
كارلوس باتيستا مدافع نجران يبعد هدف كان قريب لفريق البكيرية. البكيرية هذا الشوط يصل إلى المرمى، البكيرية يهدد، يحاول من بداية الشوط الأول، مستوى أكثر من رائع، بينما فريق نجران على مرتدات وباستحياء بصراحة. كرة تعود الآن سريعة في وسط الملعب، تنقل إلى الدفاع، كارلوس كوباتي، مهدي الرصايصي يبعد الكرة من أمام يزيد الجميع، تعود المنتصف لنجران، ريان حسن في الجهة اليسار، تعود إلى مهدي الرصايصي في وسط الملعب، عبد اللطيف، محمد عبد اللطيف إلى الجعيدي أحمد، كرة تعود إلى الخلف، مهدي الرصايصي الخبرة صاحب 31 سنة، مهدي الرصايصي، كرة ترسل الآن بمحمد الناصر، تعود في وسط الملعب، وردة السلامة، الله يا وردة السلامة، الله عليك يا وردة، يا سلامة، هذا اللاعب السوري، اللاعب السوري صاحب 26 سنة، صاحب هذا الأداء الجميل، كرة عندما مادو سورو، هذه اللقطة الماضية الضعيفة اللي كانت سهلة لحارس المرمى، لحارس المرمى، كرة تعود الآن في المنتصف، سريع الآن للبكيرية، نقل الكرة بشكل جميل، انتشار سريع، انتشار سريع، وعرضية قادمة، لكن كارلوس باتيستا مرة أخرى للتغطية الدفاعية، لقطع الكور الصابة على مرمى ودفاع إلى النجران، عايل حقوي يحاول يمر، عايل حقوي عايل ينتظر مساندة، يرجعها لوسط الملعب مرة أخرى في المنتصف إلى أحمد الجعيدي، لكن اصطدمت بحكم اللقاء وقال لا تعال أعمل سنتر في هذه اللقطة. سلامات لاعب نجران الواقع على أرضية المباراة، لاعب ومدافع نجران، مباراة سريعة لفريق البكيرية، مباراة ومهمة صعبة في هذه الجولة، الجولة 30، وما أصعب الجولات الباقية، ما أصعب الجولات القادمة للجميع، للمتابع، للجمهور اللي يتابع دوري الأولى في هذا الموسم، في هذا الموسم، يعني أندية مهددة في مسألة الهبوط، في مسألة الابتعاد والذهاب إلى دوري الدرجة الثانية، يعني بعض الأندية اللي الآن نشاهدها بعد صعودها في الموسمين الماضية الآن في مسألة وخطر في هبوط. هنا اللقطة الماضية اللي اصطدمت بحكم اللقاء عايل حقوي، والله مقدم مباراة كبيرة، عايل في الجهة اليسرى يلعب كرة سلسة ويقدم عرضيات للمهاجمين في هذا الشوط، شوط جميل للبكيرية، شوط أكثر من رائع للبكيرية، هل ينجحون بتسجيل هدف قبل نهاية هذا الشوط؟ هل يقتربون من الشباك النجرانية؟ لكن نجران إلى الآن لم يقنع على المتابع في الشوط الأول، لم نشاهد نجران اللي نعرفه في المباريات الماضية. سلامات للاعب نجران، سلامات للاعب نجران مشعل بخيت اللي كان يشكو من إصابة، حكم المباراة ميثم الدليم يلعب الكرة الماضية في وسط الملعب، تعود لوردة السلامة، عايل حقوي عايل يلعب كرة جميلة وفرصة لأحمد الجعيدي، لكن يسقط في اللقطة الماضية، لكن كرة الآن لدينا في منتصف الملعب للاعب نجران، وبطاقة صفراء كانت مرتدة حاضرة على البكيرية، الآن بطاقة صفراء يشير إليها الحكم ميثم الدليم في هذه الكرة الماضية في اللقطة، والارتداد السريع، التحول السريع لنجران، مساحات يبحث عنها نجران في الشوط الأول، لا يتوفق في تواجد في فرص هذه اللقطة ماضية، وخطأ خطأ يحتسب حكم المباراة. سلامات للاعب نجران رياض الغامدي، اللاعب القادم إعارة من الزعيم من الهلال في الفترة الشتوية، يستفيد من خدماته، الآن عنده 4 أهداف مع فريق نجران. عزيزي المتابع، كرة في الوسط، تعود سريع الآن في الجهة اليسار، بندي سيلفا، كرة عرضية لكن تصطدم بلاعب البكيرية وتتحول ويكسبها نجران،
يكسبها نجران 36 نقطة. مسألة الصعود لنجران أصبحت بعيدة 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 يعني تماما عن التواجد بعد أن شاهدنا المقاعد اللي تقترب للحزم والفيحة. بينما والله صراع قادم راح نتابع عزيزي المتابع. كرة لدينا الآن لنجران عرضية تمر مرور الكرام. كرة ملعوبة الآن يتركها عايل حقوي. اتكلم عربي انا. رامي التماس. يلا لعبك لعبك. رامي التماس محمد العقيل في هذا في هذه الكرة بدون فاول. كان يبحث عن لقطة على العرضية لكن لم نشاهد فرصة حقيقية فعلية لنجران. كرة ملعوبة الآن في الوسط تعود الآن إلى دي سيف البرازيلي تقطع من أمامه من أن الجعيدي أحمد ياخذ كرة أحمد الجعيدي ينطلق فيها ارتداد سريع ومرتدة خطيرة للجعيدي يحاول يلعبها لورد السلامة وفرصة هدف والله غريبة والله عجيبة يا مامادو فرصة هدف مؤكد في الشوط الأول فرصة هدف تضيع على البكيرية شوف الفرصة شوف الكورة شوف اللقطة غريبة على مامادو اللي يملك 9 أهداف لعبها بالبوز غريبة على مامادو مرت فرصة خطيرة في الشوط الأول للبكيرية مرت بشكل عجيب في الشوط الأول على مامادو لو سجل نجران راح يندم كثير البكيرية على هذه الفرصة تذكروها جيدا تذكروا كلامي في هذه المباراة في هذه الدقائق الأخيرة في الشوط الأول فرصة كانت مناسبة للبكيرية فرصة كانت جميلة يعني بدايتها للجعيدي اللي مررها بالمجهود الطيب لأحمد الجعيدي لكن الآن فرصة للبكيرية بعيدة إلى ركلة مرمى شوط أول ينجح فيها البكيرية بالثبات بهذا المستوى بأداء طيب يعني يختلف كثير عن الجولات من بداية الموسم لم نشاهد البكيرية من البداية بمستوى حاضر لجمهور عرضية لنجران وراسية تأتي من الدفاع يأتي الإبعاد السريع من لاعب البكيرية خالد المغربي بالرأس إلى ركلة الزاوية شوف الآن الفرصة هل يعاقبون البكيرية بهذه اللقطة وبهذه الكرة هنا في هذا الشوط في هذه الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ركلة الزاوية تلعب الآن على القائمة الثاني والرأسية تأتي لكن يخلصها مروان مامادو تعود مرة أخرى عرضية قادمة وفرصة لنجران لكن تتحول كرة نجران إلى ركلة الزاوية مرة أخرى كارلوس كواباتي صاحب السبع الأهداف هذا البرازيلي كانت فرصة أخذها كنترول جميل حاول فيها في هذه اللقطة لكن راحت كرته إلى ركلة الزاوية كرة عادت الآن مرة أخرى الدفاع البكيري يخلصها بالرأس تأتي من يزيد الجماعة تعود إلى الخلف إلى منطقة الوسط إلى حارس المرمى عبد الرحمن الشمري أحد نجوم الشوط الأول لتصديه لبعض اللقطات السريعة في هذا الشوط كرة تعود إلى الخلف يزيد الجميع تقطع كرة يكسب الرمي الجانبية هذه الفرصة وهذه اللقطة اللي مرت على كواباتي مرت على البرازيلي لكن لقطة مامادو سورو أوقفت المتابع للشوط الأول للبكيرية شوط أكثر من رائع لكن لم يتوج بهذا الأداء بهذا المستوى الرائع لفريق البكيرية في هذا المساء هنا بالقصيم كرة تعود الآن لوسط الملعب لأحمد الجعيدي أحمد الجعيدي يلعب كرة أمامية لمامادو سورو لكن كارلوس باتيستا ومحمد عيسى على التغطية اللصيقة لمامادو سورو كرة في المنتصف تتحول سريع الجولة 30
نقترب من آخر المشوار ويا خوفي البكيرية من آخر المشوار وما تبقى من المباراة القادمة. كرة تعود الآن سريعة في منتصف الملعب، تقطع من كوباتي، يحصل عليها مامادو سورو، تقطع من أمامه، تعود إلى محمد العقيل، وردة السلامة يلعب كرة بعيدة بعيدة على اللاعب الوسط، يفقدها لكن تتحول إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. وردة السلامة يقدم نفسه هذا الموسم، مكسب كبير لفريق البكيرية. وردة السلامة اللاعب السوري أدوار مهمة وحلول في بعض الأطراف في هذا الشوط، شاهدنا أداء طيب متميز لبعض اللاعبين، بعض اللاعبين تمتعك في أرضية اللقاء، بعض اللاعبين يجدون الحلول السريعة للمدرب. كرة أمامية ترسل، كرة أمامية تبعد الآن من دفاع البكيرية، تتحول سريعة وسط متابعة من الجميع في أرضية الملعب. رمي التماس لنجران، دقيقتين الدقائق المقدرة والمضافة لميثم الدليم لحكم المباراة. شوط أول ينتهي خلاص عزيزي المتابع، 45 دقيقة تنقضي، فرصة لمامادو أمام مدافعين لكن كل واحد يقول للثاني غطي أنت لكن راحت بسلام على دفاع نجران. تعود الآن الكرة السريعة، فرصة لنجران لكن لدينا خطأ في الجهة اليسار للاعب نجران، هذا مدافع البكيرية في هذه اللقطة خالد المغربي يتحصل على خطأ. كرة ترسل مامادو سورو في ارتقاء غريب، مامادو سورو كرة عادت الآن لنجران، خلصها الدفاع من أمام أحمد الجعيدي. دقيقتين مضافة، سلامات للاعب البكيرية الواقع على أرضية المباراة. مامادو هذا الارتقاء، هذا مامادو سورو الارتقاء مع لاعب الوسط البرازيلي كارلوس كوباتي. سلامات لمامادو سورو صاحب 9 أهداف هذا الموسم، 27 سنة، لاعب من ساحل عاج بمواصفات مهاجم جميل بصراحة، لكن ما يتصدى اللي يتصدر عن مسألة الهدافين، مسألة الهدافين باتو لاعب الحزم الحاجة باري صاحب 17 هدف وفرصة البكيرية، عرضية مثالية خطيرة على مرمى نجران، على مرمى نجران لمامادو سورو، حاول يلعبها باليسار لكن هو نجم الشوط الأول. حارس المرمى لنجران عبد الرحمن الشمري يبدع ويتألق ويبقيها كما هي 0-0، لكن ركلة الزاوية للبكيرية في آخر الوقت المضاف والمقدر، تلعب على القائم الثاني ومرة أخرى عبد الرحمن الشمري يمسك بهذه الكرة، 4 لقطات في الشوط الأول، ينجح عبد الرحمن الشمري بإبعادها عن من على مرمى نجران. عزيزي متابع قنوات الرياضية السعودية، الشوط الأول ينتهي بهذه الوضعية بهذه النتيجة بدون أهداف، إن شاء الله الشوط الثاني نتواجد معكم متابعينا مرة أخرى، نترككم في فترة الاستراحة ثم نعود إليكم لهذه المباراة، إلى اللقاء.